طبعا اول ما وصلنا تحصلها مجسمات هذولي ومعلومات عن الفيلة. وشوف يا جماعة جمجمة الفيل، ما شاء الله تبارك الله يا الحجم. والآن توجهنا إلى الفيلة، موجودات هناك، نبي نركب السيارة هذه بعدين نروح لمهم. طبعا الدخول بمئة ريال الشخص الواحد، ويعطونكم أكل عشان تأكلونهن، ويلا توكلنا على الله. هلا بزين، شوف المنظر يا جماعة، عاد الحين بروح أوقف عندهن إن شاء الله. معلومات بسيطة عن الفيل، طبعا وزنه تقريبا للذكر 7 طن والأنثى 5 طن، أطولهن وارتفاعهن تقريبا 3 أمتار. يكونون جاهزات للتزاوج بعمر من 12 سنوات إلى 12 سنة، متراوحة أعمارهم ما بين 40 إلى 60 سنة، مدة حمل الأنثى تقريبا 22 شهر يعني حول 2 سنين. تخيلوا جماعة الشرب الماء عندهم للذكر يشرب 210 لتر والأنثى 150 لتر ماء. تخيلوا جماعة، طبعا الأذان يستخدمون لتبريد جسمهن، والناب طوله من متر إلى 2.5 متر ووزنه 45 كيلو. طبعا الساعات اللي يقضونها نومهن 4 ساعات إلى 5 ساعات، والباقي يقضونه أكل. طبعا المجموعات يعيشن الذكر بمجموعات والإناث بمجموعات، الإناثي ترأسهن أكبر عمر. طبعا الحين قاعدين نرعاهن ما شاء الله، نرعى الحلال ما شاء الله تبارك الله يبارك، ما شاء الله يرزقنا يا رب ما شاء الله. حيها الصوت، حيها الصوت ما شاء الله. وانت ورا متى زارين؟ الله يحرمني من هالصوت ما شاء الله. شوفوا هناك حيها الصوت ما شاء الله. يلا مسهم بخير، يلا حيهم. كثير جدا أسئلة عن نقطة أمس أو قبل أمس يوم كنت في السفاري، اللي هي أن الأسد ما يعتبر الإنسان وجبة. أبوضح النقطة هذه، أنه الأسد مو بمعنات أنه ما يهاجم على الإنسان، لا عادي يهاجم عليه لكن ما يأكله، ما يعتبر وجبة. مثال أن الضبع دخلت حدود الأسد، هنا يهاجم عليه ويذبحه لكن ما يأكله، ما يعتبر وجبة. هي نفس الإنسان بهالحالة هذه، وإذا هجم وأكل هذا أسد يعتبر يعني غير أو خارج عن العادة. وأيضا هذا نمر بنغالي، ويعد النمر بنغالي أكبر حجم من فصيلة القطط، يصل وزنه 300 وشوي. الأسد 250 هو 300 وشوي. تخيل نابه أكبر من ناب الأسد وأخطر، هنا هو يعتبر.
وهذا نمر سيبيري. طبعا النمر السيبيري وزنه 300 وينشط بالليل مثل النمر البنغالي، ويحب الوحدة، ولله الله يحب يصيد الحيوانات الكبيرة. ما شاء الله تبارك الله، أحجام ما شاء الله. هذا أسد الجبل كوغر، ما شاء الله تبارك الله يا الجمال. تعال تعال ديور، تعال تبعد، تعال تعال خلنا نصورك، تعال ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا هذا ينثى ذكر يجي أكبر حجم ما شاء الله. طبعا أسد الجبل له كذا اسم، أسد الجبل كوغر بوما. طبعا وزن الذكر يصل إلى 68، الأنثى تقريبا 40 كيلو. يحب يعيش بالوديان الصخرية، وغالبا ما يحب يعيش بالوحدة إلا وقت التزاوج. طبعا يكون جاهز التزاوج بعمر سنة ونص إلى 3 سنوات. جماعة جميل ما شاء الله تبارك الله، تشوفونه شوفوا الزيد ما شاء الله. وهذا الضبع الأفريقي، طبعا الضبع الأفريقي يصل وزنه تقريبا إلى 80 كيلو، وخطر على البشر، ويعتبر أقوى فك من الثدييات. وغالبا الأنثى هي المهيمنة والمسيطرة على الذكور في القطيع. خلصنا من الحديقة اللي تو شفتوا الحيوانات المفترسة ذولي ما شاء الله تبارك الله، والآن متجهين إن شاء الله إلى محمية الطيور. خلكم معنا بهالتغطية الجميلة هذه، شوفوا المنظر يا جماعة وإحنا بالطريق ما شاء الله يا الجمال. وصلنا محمية الطيور. طبعا محمية الطيور للمعلومية والحديقة كلها إدارة واحدة، تدفع 100 ريال تقريبا ترد تدخلهم جميع، طبعا قريبات البعض. وهذا أنا الآن نبي ندخل الحديقة أو المحمية، خلكم معنا. ما شاء الله يا المحمية والمنظر، واو هذه كلها طيور اللي تشوفونها المحمية دي. وش بكم؟ ايش عندكم؟ تجعل يدي، تعال تعال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جمل هالطير هذا ما شاء الله بيعض ما شاء الله. شوف البغوات هذا ما شاء الله. نتمشى في المحمية، طير الحب ما شاء الله. هذا يشبه القوقس اللي عنده بس ذولي أكبر حجم ما شاء الله ما شاء الله. شوف هالطير ذا يا جماعة ما شاء الله يا الله يا جماعة ما شاء الله. طائر الفرعون ما شاء الله يا جماعة جماله ما شاء الله تبارك الله سبحان الخالق سبحان الخالق ما شاء الله سبحان الخالق. جماعة الطيور عالم ما شاء الله وشكل اللون سبحان الله. الله تبارك الله يا زينة. طبعا هذا حجمه الغزال دي ما شاء الله
حلوة ما شاء الله تبارك الله. إيش اللون؟ وهذا النمر البنغالي يعتبر ثاني أخطر حيوان بعد فرس النار. اسمعوا هيك في نشر المكان والمنظر. هذا قمر إفريقي ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله شوفوا عاد فلامينغو ما شاء الله تبارك الله انتم غطين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف شلون تشرب سبحان الله. ما شاء الله هذا شكله نوع من انواع الكرك. ما شاء الله ما شاء الله وراكم زعلتهم. هذا سهلات سهلات لا تخاف يا جماعه. سبحان الله شكله شوفوا طبعا اللي وراه نوع من انواع الغزال. شوفوا هذا الطير ذا سبحانه وخاله هذه مع ولده ما شاء الله يركض يا سريع. الله المنظر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا حليله. شوف المنظر يا جماعه ما شاء الله يا المحمود
عمرها الجميل هذا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هالبط انواع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا جماله. معلش صحيناكم بس بدنا نروح لمنطقه ثانيه اذا تسمحوا لنا يعني ما شاء الله. خلاص خلكم جهه واحنا بنروح جهه. معلش والله صح صح انت نايم صح او خلاص نبدا نمشي وانت خليك جهه. معلش زينك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله يا جمال لونك ما شاء الله. يا جماعة أنواع الطيور تبي تشوفون أنت حظك عاد ما شاء الله تبارك الله. شوف هناك طيران أنواع أنواع طيور أنواع أنواع أشكال كبيرة. عاد اللي صورتهن هذا يمكن نصهن. شوفوا جاكم اللوري ما شاء الله. وخلصت جولة اليوم يا رب لك الحمد وإن شاء الله أنكم استمتعتوا وبكرة بإذن الله جولات ثانية وإن شاء الله أنها تكون جميلة. عسى الله يسعدكم.